لو سمحت يا شيخ، هو أنا طلقت من حوالي سنة ومعايا 3 بنات، وأبوهم بيرفض إن هو يصرف عليهم، بيقول طالما أنت خدتهم ورحت عند أبوكي يبقى أبوك اللي يصرف عليهم. فهل في الشرع حاجة زي كده؟ يعني أنت تزوجتي أم لم تتزوجي؟ لا أنت أولى بالأولاد و... البنات صغيرين معايا. أنت أحق... أنت أنت أحق بهم ما لم تتزوجي، وهو يلزم بالإنفاق عليهم عليهن. لا ما تربوش معايا. يا أختي اسمعي اسمعي كلام يا أختي، أنت أحق بالأولاد بالبنات لأنك لم تتزوجي. الرسول يقول أنت أحق به ما لم تنكحي، فأنت أولى بالأولاد وهو مسؤول عن الإنفاق عليهم، هذه مسلمات. هو بيقول طالما خدتهم ورحت لابوك. لا لا، هذا جهل، هذا ظلم منه، ظلم بين، ليس جهل، انا ظلم. اصرف عليهم هاتيهم. يا أختي لا يجوز له هذا الكلام، أنت أحق بهم شرعا. جزاكم الله. الله يسلمك، إلا إذا تزوجتي.